كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي خلال زيارته إذن إلى غزة، خلال زيارة ميدانية كشف أن التباعد الجسدي في المساجد تم إلغاؤه جميع الصلوات بما فيها صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعاد، مؤكدا أن القرار جاء بعد استشارة اللجنة الوزارية. اليوم اتفقنا مع اللجنة الوزارية الفتوى، مع اللجنة العلمية نتاع البروتوكول رصد كوفيد، بأن اليوم نقدروا ما نديروش التباعد، لأنه احنا نتبعوا العلم، ودائما احنا ربي، وأن ننشر يعني ما يسمى بالبروتوكول الصحي ودافعنا عليه وسبونا ناس وصبرنا. لماذا؟ لأن أنا قلت لهم لو كان نلحقوا عند ربي سبحانه عز وجل، حتى اللجنة الأمنية وإخواننا في البلديات وكل الناس كل السلطات، لما نروحوا ربي سبحانه عز وجل يقولنا واش درتوا في حياتكم؟ قولوا يا ربي احمينا نفس من القتل. هذا ما كان. إذا هذه ما تكفيش نقرأ لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال في دين المرء فسحة ما لم يصب دما. كل خطيئة الإنسان يديرها في حياته عندها سلاك، إلا الإنسان اللي يعتدي على نفسه. ولكن احنا مش اعتدينا على انفس، احنا حمينا نفوس الجزائر.